دون شاخصة وبشغف وتعطش لأحداث ستدور في استاد جابر وبتشجيع خرج من القلب، كانت تلك اللقطات الأجمل لخير بداية لسهرتنا الكروية، لخطف انتصار يبقي على الحسابات قائمة. تشابكت الأيدي وارتفعت الأصوات، وعلى أرض الميدان دار الكثير، هجمة بهجمة وتسديدة قابلتها أخرى، والنية الواضحة بخطف هدف سبق يجلب معه انتصارا غاب عن الكويتي في شوط أول، كما غاب انتصار شهدنا فرحته آخر مرة منذ 18 عاما. تركزت عيون العماني على شباك صاحب الدار التي وقفت عصية على مهاجمي الأحمر في تنوع لما كان بين كرات لم تعرف الطريق الصحيح وبين حارس اسمه حميد الجلاف. برافو حميد الجلاف، التدخل كان سليم، المحاولة. دقائق شوط أول لم تسعف من تابع لرؤية هدف أول، رغم أن أخطر الفرص الحقيقية كانت صاروخية من دار سعيد انتظرت أن تعرف أخواتها الشباك في الثاني. غابت الإثارة عن الأول صحيح، لكن ما كان في جعبة الثاني أن العماني أراد أن يصنع مجده بيده، خطف ركلة جزاء تحت عنوان غلطة الشاطر بـ10 والهدف بنقاط 3. ركلة جزاء، جول 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 أول لصالح المنتخب العماني. لقطات ما بعد الهدف تسيد مشهدها الجلاف الكويتي، لعب بقلوب العاشق للأزرق وتألق بعدها في لقطة حبست أنفاس الأحمر، وبين ألوان الشعارين كان للعارضة البيضاء رأي في منع التعديل. الكويت حاول بكل السبل، ولكن ما كان واضحا أن القدر سيستمر معاندا لصاحب الدار. ما انتصر الفريق الكويتي على العماني منذ زمن الفوز بالـ5، وما تأهلت الكويت لثاني الأدوار، وهكذا شاءت الأقدار. فوز المنتخب العماني. معاذ خلوف، صدى الملاعب.